جدا يا زول، مش كلهم لكن جزء منهم كبير كان الادبيين السوريين. ف ورسالهم صليب. لا قدرت تقعد معانا هنا ولا تقدر تقعد مع السوريين. بقت كده لافه زي انا ما ادريش لك في النص. ابعدنا اللزم، احنا السودان ده معروف هذا الاثنين ثلاثه. أسي بعد اللايفات دي اشتغلت طوال هناك نطق في الشمال هناك نطق. اوه يا جماعه ما تردمون هنا، اها معروف شنو يا جماعه؟ قالوا نحن محص وسكوت وحلفاوين وضناقله وبصاوله وبتاع. هسي انا بسيوني ده مع بصاولي، بس يمكن في دارفور هنا البصاولي ده شنو ده ما بعرفه، لكن نحن نعرف القبائل السودانيه دي كلها. وحول الخجر طردهم ادريس، مش ادريس دبي، طردهم حسين حبري من تشات وجونا في السودان، هم سبب الازمه الحقيقيه. احنا اصحاب الارض، نحن اصحاب الارض، الارض ده حقنا نحن. انت ما عندك وطن هنا ولا مسجل في اي محل في اي دوله هنا، انت تقدر تجي تقول انا انا عربي فلان فلان، عندي وطن هنا في حته فلان، ما تقدر. حتى لو من الشماليه اللي تقول انا كوشي وبتاع تزدلك كده تلقى ما اعرف ما حسي وسكوتي وحلفاوي وبتاع، ما تقدر ما تقدر. ما عندك تاريخ هنا عشان في الاتحاد الاوروبي ولا في اي دوله، عشان ما الكلام ما يكون له نقطه. نحن الزور اللي قتلنا نقتله، وما في زور يجي. هو موضوع بتاع الدين ده يا جماعه بالذات احذروا يا جماعه، احذروا موضوع بتاع الدين ده 700 مره 1000 مره وريت احذر يا زول، اعمل حسابك. ما في زور يجي يقول يخمك والرسول وبتاع وبتيخ، ما يخمك، اعمل حسابك يا زول. ما في واحد واطي جزمه زي ابو جنيفيد ده، ها قاعد في الجنين هناك ويقول ادبه ويقول لكم ما يخمكم باسم الدين يا جماعه. هو انتوا انتوا اللي علمتم، هم خصوا الجنابه ما بعرفوا بيختصروا، انتوا اللي علمتم. انتوا شفت 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 اداراتنا الاهليه دي شفتها؟ والله مفروض شفت مفروض ندفنهم حيين حيين، نجدهم في ابيار كده ونردمهم بشفته بالطوب بحجار وبعد كده، ولا ندخلهم في بير ونكب نكب لهم شفته شفته جاس ونكب لهم ونولي لهم كبريت. لانهم من زمان من استضافه جود الجنجويت من 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 من, من زمان حسين حبري لخات تاريخ الليله. والله العظيم اكثر الناس الشرسين يا اخي الضبح. شفت الزور الضبح وضبح زور الضبح وضبح، يعني الزور ده انت لو اختلفت معه مهما اختلفت معه تدي طلقه ممكن، تطعنه بسكين ممكن. طيب يا اخي انا الله تعرف الله انت يا اخي رسول شنو يا اخي انت تعرف الله انك مارك امرك روحك يا رسول. طيب يعني شتت لي افكاري ذات. طيب حبايبنا شوف الناس ديل من 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 كردفان هناك لغاية تجي هنا لين نيالة من بوم هنا محل الجنجويد و و و و و و والجنينة هنا في المحل ده، تمام؟ الناس ديل الزول البجي بيتكلم لك باسم الدين ده يا جماعة. انت لو في واحد جنبك هنا اخوك ذاته قاعد معاه واحد جنجويتي قال له الله قال والرسول قال، انت قوم منه اعمل حسابك يا زول، ما اعلم مننا هنا. ما تسمع يا زول، ما تسمع يا زول، اقسم بالله ما تسمع. هذول الناس منافقين ودجالين وحقيرين جدا. ما في زول يجي يخمنا، ما ممكن. انت في السعوديه هناك انت كلي وتجي هنا تلقى يعني ما اعرف بعشم، ما ممكن. هاي موضوع موضوع بتاع الهويه ده موضوع مهم جدا. الان القتل والقمع الموجود في السودان ده باسم القرومه، عشان الكلام يكون واضح. الليله يا اخواننا هناك قاموا فاتوا، الان الناس الورام ديل الناس الورام ورا يا جماعه اهل هم رحنا من اهل ذاته في ناس مسخين، لكن ما اعرف اسمهم شنو يا جماعه، مش الامقسنه ولا اسمهم شنو الشاكل مع ال يا اخوي هو النبي بتعرف له شنو يا اخوي هو حبيبنا اخوه امه. انا نرجع لك نحكم موضوع بتاع الدين ده شويه، امه اخو ابوه كافر اسمه ابو جهل. واصلا العرب اصلا هم كفار، اكفر ناس في وجه الارض. اديك انت مستعرب، انا بتكلم عن العرب دليل ادله بالشوالات. اصلا هم اكفر ناس، وناس اليهود قلت لك اشرف منهم. شفت؟ بدليل
إذا كان الدين ده نزل في مكة يعني ما ممكن الرسول يرسل أصحابه ويقول له أمشي الحبشة وصوبيا يا أختي بلادي وما ثبت الدين الإسلامي. ما أعرف الكلام ده؟ راجع نفسك عشان ما في زول يقوم يقول لك أنا الدين ده أنا هنا. الفنج أيوة أخواننا الفنج في ناس خمون بالخلق في ناس خمون بالخلا والفيديوهات قبل جبت لكم في اللايف ده افهموا الحوسه دي اخوانكم انتوا ما تبقوا ناس قبل ما نحن ذاته في دارفور في جزء مننا من البلاكات خمون بالخلا نحن قتلونا نحن فيه لكن هسي فهموا هسي لو ما فهموا ذاته نحن فحمنا بعكاس لانه هسي برضه خشوا بفتيل موضوع ثاني موضوع بتاع الاسلحه وتخيل ثاني ما في زولنا ذاته ما بياكل ايش لو دار يبقى فرنكاي مع الفرنكايات ده بيجيك على الهواء مباشره وقضايا انصرافيه التاريخ كان يوم كم وكان اول طلقه فكوه 200 والنازحين خشوا المعسكرات 200 يا اخوي انت زول قاتل انت اللي دخلتهم المعسكرات انت تتكلم فوقهم كيف حرقوا موضوع بتاع 200 ضروري جدا يا جماعه الله يفضل نشتغل فيها كثير ببزنس بس لازم يتم قتل 200 او لا القجر لازم شفته لازم ينفوا من الارض من وطننا عاجلا ام اجلا ده القجر ويجوا المركب مكنه هنا في راسه انه بيقول والله يا اخي انا ده اقول لك حاجه الكتب بتاع السنه دي واحد عربي فوقهم كتبوا معك ما تكون معنا بالخلا يا زول كتب السنه دي ما في عربي كتبوا لخص الموضوع ده معتز ده زول صادق انا بحبه جدا معتز المصري ده لخصه وجده في اليوتيوب بأدلة أدلة يا شوالات ما في ما تسمع يا زول هوي ما تسمع الناس دير والله قتل الناس دير مجرمين لا ممكن زول يمشي يقتل الناس هناك قاتل أحسب برهان ده في فتيل يقتل الناس وتاني يجي في العزة حقه ويقتل الناس ويفضل اعتصام دول زي ده عليك دينك الإدارات الأهلية لو ما عندهم دين وما عندهم شغل يقودوا مع زول قاتل زي ده مني ده وطاهر حجر والحادي لو ناس عندهم شرف وناس عندهم دين وناس عندهم كرامه يقعدوا مع زول اللي اغتصب ارضهم وارضهم وامهم وحبابتهم ده الناس عندهم شرف ولا عندهم دين ولا عندهم اخلاق الله الله يطلع ميتينكم يا اخي انت اقسم بالله شفت ارر اقسم بالله انتم ما رجال والله ما رجال اقسم بالله شفت النسوان الراكدين معكم والله النسوان لو ما سجمانات مفروض طوالي يفارقوهم كيف زول قاتل وقاشم وكاذب قتل امك واغتصب ارضك وخلاك اهلك في معسكرات النزوه واللجوء، كيف ضميرك يسمح لك تاكل وتشرب وانت حركه مسلح وتعين اهلك ميتين وانت لسه قال متابع قال ماشي ورا حبيبتي القاتل ونفس الطريقه عبد الواحد يقول لك كان زول ده قال ما انا نحن ونحن ونحن قاعدين نناضل عشانه والمشكله في الخرطوم مشكله يا اخوي بوي اها فرعون الله ما اسمع الكلام ده طول حبوبتك وسخ واكبر دول افن واكبر دول خسيس واكبر دول قاتل بدليل ما تجي تقول لي هناك تربط لي الموضوع هناك والله الشمالين ديل هناك بس الحكومه الوسخين كويس في المركز هناك لا 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 لا, لا. ونحن والله مشكلتنا جبنا موسى هلال وجبنا هيمتي وقلنا يا اخي انتوا 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 ناس احلنا الازمه هناك أن إحنا ذاته قادرين نناظر الله ما قال فرعون بس غلطان ولا قال أهامان بس صحب واس غلطان قال فرعون وأهامان وجنودهما كانوا خاطئين فرعون وأهامان وجنودهما كانوا خاطئين البشير وآل سمان حمد طه وحمدتي وموسى هلال كانوا خاطئين وجنودهما كانوا خاطئين كلهم مجرمين الله قال شد مجرمين ما تبرر له ميتين موسى هلال وتمشي تنط الطريق هناك في المركز في الشمال هناك تجي تقول لي لا والله هنا مشكلتنا هناك يا ضعيف يا خسيس الكلام ده بقوله زول ضعيف الكلام ده بقوله زول خسيس الكلام ده بقوله زول افن لا يمكن لا تعرف لا يمكن لا يمكن ما ابو جريفيد ده اسمه منو يقول لك قال والله يا اخي فلان قتلوه زمن احد الرسول وكان ما عندنا افو مع الجنجويت على الاطلاق نهائي ما تعرف الجنجويد نهائي نهائي لازم تكفر بالجنجويد لازم تقطع العلاقه مع الجنجويد لازم تدخل هنا ايديولوجيه وفي فكرتك هنا وفي اولادك وتمارس اولادك واولاد اولادك تدخل لهم
وحمتنا يوميا توريه بانه هذا القاتل وهذا المجرم وهذا المغتصب الارض والارض، وده تاريخ يكون قاعد له مشعوم زي ده شفته، حتى لو جاء القانون الزول ده لازم